مساء الخير اصدقائي لو بتتساءل شو نوع الوقود المناسب لسيارتك سواء كان بنزين 91 ولا بنزين 95 الطريقة بسيطة حتى تعرف شو المناسب لسيارتك يا اما بتروح على المانيول او الكتيب اللي في سيارتك وتعرف شو نوع البنزين المناسب او تعال على الموقع التالي اللي امامك اللي راح احط لك رابطه اسفل الفيديو في واتبع الخطوات التالية بداية راح اروح اختار اللغة العربية وهون بحكي لي شو نوع الوقود اللي انت بتستخدمه، أنا مثلا بستخدم 91، وبدنا نشوف هل هو صح ولا لا، نعمل التالي، طبعاً هون بقول لك شو سيارتك، فور إكزامبل أنا سيارتي يا أصدقائي هيونداي، خلينا نشوف وين موجودة، نشوف الهيونداي وين يا جماعة، هاي هيونداي والموديل توسن. والسنة 2016 نيجي نقول له التالي شوفوا طلع لي أحسنت أنك تستخدم الوقود الأنسب لسيارتك إذا أنا سيارتي مناسب لها 91 وتسعين نعمل تجربة ثانية مثلا الرئيسية وهي اللغة العربية ونقول مثلا بنزين واحد للسيارة مثلا هنقول أستن مارتن موديل دي بي 8 الله يطعمنا وحده زيها ان شاء الله يا رب 2020 ونقول له التالي طبعا طلع لي مسج بقول لي للاسف 91 هو اختيار خاطئ 95 هو الانسب لسيارتك بناء على تفاصيل السياره اللي دخلتها ان شاء الله يا رب انه الفيديو عجبكم لا تبخل علينا بلايك وسبسكرايب وشير وانتظرونا في كل جديد سلام عليكم